السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بتجريد فور، معاكم ميس السلوان. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. يلا نبدأ. تمام، درسنا النهاردة اسمه ايه؟ Light and Sight. Light and Sight Concept 3 Lesson 1. يعني ايه ميس Light ويعني ايه Sight؟ Light يعني الضوء وSight يعني الرؤية. تمام، فخلال الدرس. تمام تمام، تعالوا نبتدي كده. بيقول لك هنا ايه، what is the organ that is affected by light؟ ايه هو الاورجان اللي بيتاثر باللايت؟ طبعا هنقول ايه، الاي. الاي is organ of sight. العين هي اللي بتكون مسؤوله عن الايه، عن الرؤيه. تمام، دي سهله دي. تمام، احنا عارفين من قبل كده، من الدروس اللي فاتت، ان الانسان ما بيقدرش يشوف في الدارك. تمام، human can't see in the dark. تمام تمام، بس في some animals can see in the dark. زي مين؟ في two example لازم تكون عارفينهم، وده احنا هنعرفهم بالتفصيل body structure بتاعه. تمام، عندك اتنين example، حاجة اسمها الفيشنج كات اللي هو ده، تمام، وحاجة اسمها الترسر مونكي اللي هو ده. ده نوع من انواع اللي هو الايه، القرود. تمام، وده هنعرف body structure بتاعه. خلاص تمام، يبقى اهم حاجه لازم تعرفها ان الانسان ما بيشوفش في الايه، في الضلمه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، في بعض الانيمالز some animals can see in the dark. مين هم؟ الفيشنج كات والترسر مونكي. حلو ده. تمام، تاني حاجه لازم تعرفها حاجه اسمها سورس اوف لايت، مصادر الضوء. يعني عشان تشوف لازم يكون في، يعني عشان تشوف تمام لازم يكون في مصادر الضوء. تمام، سورس اوف لايت، ماشي. فانا بس بقسمهم لنوعين، نوع اسمه natural source، مصادر طبيعية ربنا خلقها في الطبيعة. تمام، في البيئة اللي احنا عايشين فيها دي بتساعدنا ان احنا نشوف، زي الايه، زي الصن. تمام، والحاجة التانية artificial source، مصادر صناعية. زي ايه مثلا؟ زي التورشز اللي هي المصابيح، والإريكتيكال لامب اللي هي اللي هي اللمبات. تمام، وعندك الكاندل اللي هي الشموع. تمام، كل ده اكزامبل على اللي هو الارتفيشال سورس. يبقى يا ميس احنا عرفنا ان احنا الانسان اصلا ما بيشوفش في الضلمه. تمام، وعرفنا ان انا عندي في سام انيمالز كان سي ان ذا دارك. تمام، زي مين؟ الفيشنج كات والترسر مونكي. تمام، وعرفنا السورس اوف لايت بنقسمها لنوعين، ناتشر سورس وارتفيشال سورس. ناتشر سورس مصادر طبيعيه زي الصن. تمام، وارتفيشال سورس زي مين؟ زي الكاندلز والالكتريكال لامب والتورشز. دي كل دي حاجات صناعية الإنسان هو اللي صنعها عشان يساعدنا إن احنا نشوف. تمام، يعني دي مصادر من الضوء. تمام، خلاص يا ميس احنا كده عرفنا وفهمنا إن في حاجة اسمها سورس أوف لايت. تمام تمام، في حاجة بقى لازم تعرفها مهمة جدا. بيقول لك هنا بقى إيه، moon and mirror there are not considered a source of light but there are reflected of light. بمعنى بيقول لك ان الضوء، ان القمر والمرايه ما بيعتبروش اصلا مصادر من الضوء. تمام، طب ايه السبب اصلا ان بالليل بيكون القمر اصلا منور؟ تمام، هو اصلا القمر ده اصلا يعتبر دارك بادي، ماشي. طب هو ليه بيكون منور؟ اصلا بيعمل اصلا بياخد السن لايت. تمام، وبعد كده بيعمل له ريفليكشن. تمام تمام، طب والميرور انت اصلا لو ولعت الريكتيكال لامب، ماشي، الريكتيكال لامب دي اللي بيحصل النور بيقع على الميرور وبعد كده بيحصل ريفليكشن اوف لايت. تمام، هل دول يعتبروا مصادر من اللي هم سورس اوف لايت؟ لا، there are not considered of source of light. تمام، افرض المكان اللي انت فيه، حلو، المكان اللي انت فيه ما فيهوش اصلا سورس اوف لايت وانت محتاج ان انت تشوف في الضلمه. تمام، تعمل ايه؟ بيقول لك in the absence of light you can use a night vision goggles to see in the dark. الجهاز ده اللي هي النظارة دي، تمام، بتبقى واضحة جدا في الافلام الاجنبية، في ناس كتير قوي بيستعملوها. تمام، بيلبسوها عشان ان هي تبان لهم الاشياء في الضلمة. تمام، فده بيقول لك ده جهاز بيستعملوه الاشخاص، تمام، عشان يقدروا ان هم يشوفوا في الضلمه. احنا عرفنا خلاص ان الانسان ما بيقدرش يشوف في الايه، في الضلمه، فده جهاز بيقدروا ان هم من خلاله يشوفوا الاشياء في الضلمه، اسمه ايه بقى؟ نايت فيجن جوجلز. تمام، نقدر نلخص كل الكلام ده في ايه؟ عشان تقدر تشوف لازم يكون في سورس اوف لايت. تمام،
كان الناس زمان فاكرين ان العيون تمام هي اللي بتطلع اللايت، تمام؟ فعشان كده احنا عشان كده احنا بنشوف، والضوء اصلا ملوش اي علاقه بالموضوع، يعني عيننا هي اللي بتطلع اللايت والضوء اصلا ملوش اي علاقه بالموضوع. والكلام ده طبعا غلط. عيوننا اصلا يعني الوظيفه بتاعتها ان هي ريسيف، ان هي بتستقبل بس، تمام؟ طب ايه السبب ان احنا يعني احنا بنشوف الحاجه؟ السبب ان اللايت اصلا بينزل على الاوبجكت، تمام؟ يعني اللايت فول اون ذا اوبجكت، بيسقط على الايه؟ على الاوبجكت، تمام؟ وبعد كده اللايت ده، تمام، بيحصل ايه؟ بيحصل ريفليكشن او يحصل ريتيرنينج باك. عشان كده الصوره بتاعت الاوبجكت دي بتتكون في البرين عندك، تمام؟ تعالوا نقرا بقى. بيقول لك some people think that there are light rays emitted from the eyes and fell on the object around us so we can see this object, but this is not true. تمام، الكلام ده غلط. كانوا فاكرين ان العيون هي اللي بتطلع اللايت، ماشي؟ بس الكلام ده ايه؟ غلط. عيوننا اصلا هي ريسيف، بتستقبل بس الضوء، ماشي؟ طب ايه الفكره ان احنا بنشوف الحاجه؟ عشان تشوف الحاجه لازم يكون في سورس اوف لايت. انا بكررها تاني اهو، عشان تشوف الحاجه الاوبجكت اللي قدامي ده لازم يكون في سورس اوف لايت. اهو السورس اوف لايت اللي عندك ايه؟ الصن، تمام؟ اللايت نزل على الاوبجكت، فول اون ذا اوبجكت. حلو. بعد كده يحصل ايه؟ الستيب رقم 2 اللي يحصل، ريفليكشن اوف لايت، الضوء ينعكس فتشوف بعد كده الصوره بتاعت الاوبجكت اللي قدامي ده، تمام؟ تمام. تعالوا بقى ناخد الحيوان ده النهارده، اسمه ايه؟ اسمه الفيشنج كات، تمام؟ الهابيتات بتاعه بيعيش فين؟ قال لك ان هو وايلد كات، يعني هو قط بري، ماشي. is consider active at night، هو بيكون نشيط جدا بالليل. طب ايه السبب؟ قال لك because it hunts at night to find prey، عشان يقدر ان هو يصطاد الفريسه بتاعته بالليل، تمام؟ تمام. تعالوا نتكلم بقى على شويه حاجات كده في الستراكشر ادابتيشن. الستراكشر ادابتيشن حاجات خلقها في جسم الانيمالز ملهوش دخل بيها الانيمالز، تمام؟ ده اسمه ايه؟ الستراكشر ادابتيشن، تمام؟ قال لك الفيشنج كات eyes seem to glow in the dark، بتبان ان هي بتحس ان هي عيون القطه بالليل بتلاقيها منوره كده، تمام؟ بتبان جدا. ممكن لو انت مثلا بتتفرج على افلام اجنبيه او في الكرتون، او مثلا لو انت مثلا مربي قطه في البيت، اكيد انت يعني اكيد انت ليك علم بالمعلومه دي، تمام؟ طب ايه السبب؟ السبب بيقول لك ان all cat have membrane like mirror on the back eye، عندها غشاء بيبقى شبه المرايه، تمام؟ بيبقى موجود فين؟ قال لك موجود on back eye، تمام. طب انا عايز اعرف التكنيك ده بيحصل ازاي. بيقول لك when light enter eye it bounce or returning back or reflect of this membrane allowing this eye to collect more available light so appear bright. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك لو في مثلا source of light، تمام، هنا قال لك هنا ان الضوء اصلا بينزل على عيون القطه، تمام؟ دي ستيب رقم 1. ستيب رقم 2 اللي بيحصل، ريفليكشن او بيحصل ريتيرنينج باك، يعني بينعكس الضوء، بينعكس، فده بيخلي ان القطه ان هي تجمع كميه كبيره جدا من الضوء، ماشي؟ عشان كده ان هي عيون القطه بالليل بتبان برايت او بتبان جلو، فهمت؟ تمام. نقدر بقى نلخص كل الكلام ده بايه؟ نلخص ان الفيشنج كات هاف سترونج فيجن لايك اول. فاكرين البومه؟ احنا كنا قايلين ان البومه عندها قوه حاسه البصر بتبقى فيري شارب، تمام؟ زي مين؟ زي الفيشنج كات كده، ماشي؟ حاول وانت بتذاكر كده تجمع المعلومات ما بين الحيوانات المشتركه مع بعض، ماشي؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه لايت، عرفنا يعني ايه اي، عرفنا يعني ايه سورس اوف لايت، عرفنا لو مثلا في الضلمه انت ومحتاج ان انت تشوف تصطدم جهاز ايه، عرفنا اللي خدنا النهارده الفيشنج كات الاستراكشر بادي بتاعه، عرفنا النهارده اللي بتبان هي عيونها بتبقى برايت كده، ماشي؟ عرفنا ان هي بتعيش فين. تعالوا بقى نحل اسئله نطبق كل الكلام اللي احنا خدناه النهارده، تمام؟ هنحل مع بعض. زي ما متعودين هتوقف الفيديو، كل سؤال هتحله مع نفسك وتقارن الاجابه اللي انا ايه اللي انا هقولها، تمام؟ تمام. يلا نبتدي كده. اول سؤال true false، fishing cat eye is considered structural adaptation. نفكر كده.
عيون القطه تمام، دي يعتبر حاجه، يعتبر ايه ستراكشر ادابتيشن. ستراكشر ادابتيشن هو حاجه ربنا خلقها في جسم الانيمالز ملهوش اي دعوه بيها الانيمالز تمام. يبقى ده ترو ولا فولس؟ ترو طبعا. تمام، مون اند ميرور ار كونسيدر سورس اوف لايت، ده صح ده ترو ولا فولس؟ طبعا هتكون فولس. المفروض ان هم اصلا ار نوت كونسيدر اوف لايت، هم اصلا الفانكشن بتاعتهم ان هم بيعملوا ايه؟ ريفليكشن، ريفليكشن اوف لايت. مون از ذا مين سورس اوف لايت، غلط طبعا. المفروض ان هي تكون ايه؟ السن. ماشي، هيومن اند انيمال كان سي ان ذا دارك، ترو ولا فولس؟ فولس طبعا، الانسان ما بيقدرش يشوف في الضلمه، صح ولا لا؟ جرب كده، اقفل على نفسك الباب واقفل النور بتاع الاوضه، شوف كده هتشوف في الضلمه؟ لا طبعا. eye is one of sensory organ and is responsible for sight، true ولا false؟ طبعا هتكون ايه؟ true. fishing cat active can active in the day، true ولا false؟ لا يا ميس، ده هو active at night. تمام، night vision goggles devices that human used to see in the dark، true ولا false؟ true طبعا. ماشي، choose and the correct answer، which of the following is considered not source of light، sun ولا torches ولا fires ولا الميرور؟ طبعا هتكون ايه؟ الميرور. animals have strong sight، ماشي، animals عندها قوة البصر بتاعتها قوية جدا. ماشي، cat and fennec fox ولا cat and bat ولا cat and owl ولا cat and chameleon؟ طبعا cat and owl. نقط organ is responsible for vision، ear mouth eye skin، eye طبعا. fishing cat eye is considered نقط adaptation but activation at night نقط adaptation. structure و behavior ولا behavior و structure ولا structure و structure ولا behavior و behavior؟ نركز كده. الفيشنج كات عيون القطة تمام، دي حاجة ربنا خلقها في جسم الانيمالز، حلو. يبقى ده structure adaptation ولا behavior adaptation؟ لا يا ميس، هتكون structure adaptation. تمام، طب والactivation at night، ان هي بتنشط بالليل؟ لا، ده سلوك بتعملها بارادته تمام، اكشن بتعمله بارادته. يبقى ده behavior ولا structure؟ لا يا ميس، ده هيكون behavior. تمام، perfect. all cat have membrane like mirror on not eye، يعني اللي احنا قلنا ان هي عندها membrane like mirror، غشاء بيبقى شبه المراية، موجود فين بقى بالظبط؟ front ولا back ولا under ولا above eye؟ طبعا هتكون ايه؟ back. تمام، انا كده خلصت الجزء النهارده بتاع ليسون 1. طبعا لو في اي اسئله وفيت في ايديك اكتبها لي تحت في الكومنت، لو في حاجات مش فاهمينها اكتبها لي برضو تحت في الكومنت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.